نرجع بقى تاني للأحداث اللي هي طبعا وتعليقات وردود الفعل حول الأحداث اللي بتحصل من اضطهاد في للأقباط، الاضطهاد الممنهج للمسيحيين في مصر والعنف الطائفي، يعني أنا بسميه كده، لو هم عايزين يسموه 90 مليون يسموه براحتهم. معانا ومع حضراتكم الأستاذ مجدي خليل، الكاتب السياسي المعروف وأيضا متحدث باسم منظمة التضامن القبطي. أستاذ مجدي برحب بحضرتك معانا. مساء الخير دكتورة منى، ومساء الخير لكل المشاهدين. مساء النور على حضرتك. طبعا انتشر الخبر بانه الاستاذ مجدي خليل نيابه عن منظمه التضامن القبطي يدعو للوقوف امام البيت الابيض في تظاهره ضد العنف الممنهج للاقباط، ومن هنا بدا البعض يعني يهاجم حضرتك، وهناك لوم بانه او هناك يعني توجيه اتهام بانه حضرتك ممول وانت بتساعد امريكا مش عارف عشان يحصل ايه في مصر، وانه ايه بقى ايه فكرة هي امريكا كانت نفعت مين عشان تنفعكوا، ترد حضرتك وتقول لهم ايه ولماذا تم التنظيم هذه الوقفة؟ يعني اول حاجه يعني احب الفت نظر الاقباط ليها ان ما يحطوناش في موقف الدفاع عن النفس. يعني هم لما يجي واحد مثلا كاتب مزقوق من الامن مسلطه او مخبر امني او كله صحافه، ما هي صحافه مداره، يعني صحافه موجهه من اجهزه معينه. نعم. لما يجوا يتكلموا واحد يعني مخبر يتهم ناس مواطن شريف، فيجي المواطن الشريف يدافع عن نفسه، المفروض العكس هو اللي تعرف. المفروض العار عليهم هم، العار يقع على من يقوم باضطهاد الاخرين مش اللي يدافع عنهم. اللي يدافع عنهم المفروض يعني ياخذ يعني بيقوم بعمل ايجابي، اما العار الحقيقي يقع على من يضطهد الاخرين ومن يشجع اضطهاد الاخرين ومن يهاجم من يدافع عن الناس المظلوم. احنا بندافع عن الناس المظلوم، يبقى العار عليهم، والمجد للشهداء والمجد للضحايا والمجد للمضطهدين والمجد لمن يدافع عن المضطهدين. وعاوز اقول لك حاجه، احنا لما شفنا الفلاحين البسطاء اللي طلعوا ورا الجنازه فام ده، صراحه كان منظر جميل قوي قوي. هم عارفين انهم مستهدفين لانهم مسيحيين، اصل ده قتل على الهويه، معروف في العالم كله اسمه قتل على الهويه، وعشان هويتهم مسيحيين فبيقولوا رفعوا الصليب ومشوا، وهم شجعان وفقراء وبسطاء، ولكن كانوا شجعان جدا وبيقولوا بالروح بالدم نفديك يا صليب. عارفه الرساله دي بتقول احنا مش خايفين من الاضطهاد. صحيح. ان الاضطهاد اللي وقع علينا وقع عشان احنا نحن بتوع الصليب، دول بتوع المسيح، واحنا بنقول لكم احنا هنموت وبالروح وبالدم هنفديك يا صليب. شباب، ناس فقراء وبسطاء، ولكن ايمانهم قوي وشجاعتهم قويه. احنا اللي عايشين في امريكا الحد الادنى اللي نعمله ان احنا ندافع عن الناس دي، ونقف ونقول ان الناس دي ناس مضطهدة وناس مظلومة وناس بيقع عليها اضطهاد، والدولة بتتواطأ في هذا الاضطهاد، والدولة والرئيس السيسي يطلع يقول احنا 90 مليون لو وقعت حادثة او مجموعة حوادث المفروض ما نبالغش فيها. شوفي تخيلي، لو وقعت حادثة او مجموعة حوادث المفروض ناخد الموضوع بموضوعية وما نبالغش. طب واحنا بنبالغ؟ هل احنا بالغنا في حاجة؟ هل احنا ذكرنا حاجة مش حقيقة؟ هل لما تحصل 20 حادثة في 6 اسابيع مش دي الفت نظر العالم كله؟ هل تتخيلي ان معدل الحوادث اللي حصلت في اخر شهرين اعلى بكتير من اللي كان بيحصل في ايام مرسي، واعلى طبعا من اللي كان بيحصل في ايام مبارك؟ هل هذا لا يستدعي ان نقول لا للظلم، لا لهذا الاضطهاد؟ اما بالنسبه لامريكا، حضرتك بتتكلمي عن امريكا، طب هو نظام السيسي بيستثمر ملايين ليه في امريكا؟ في اكتر من رجل اعمال مشغلين مراكز ابحاث، ومشغلين اقباط كمان هنا في امريكا، ومشغلين امريكان، ووصلوا انهم شخصيه امريكيه معروفه كان مستشار لنا خدوه بمبلغ اكبر، الحكومه المصريه. تخيلي. نعم. تخيلي يعني معناه ايه؟ معناه ان امريكا اهم مركز في العالم واهم مركز لصناعه القرار في العالم واهم عاصمه مؤثره في العالم هي واشنطن، والعالم كله صناعة السياسة، وأهم صناعة السياسة أردوغان استثمر السنة اللي فاتت 4 ملايين دولار عشان يحسن صورته، السيسي مبارك كان بيعمل كده، كلهم كانوا بيعملوا كده. وإحنا لما طلعنا مظاهرات حوالي 20 مظاهرة ضد الإخوان المسلمين، إشمعنا كانوا بيرحبوا بيها ودلوقتي يقولوا إن المظاهرات وحشة؟ كانت دي حلوة ودي وحشة؟ ولا عشان دي عشان الأقباط؟ هم مش عاوزين أي حاجة اسمها أقباط.
حضرتك يعني حاجة؟ هو انا عايزه برضو افهم يعني ايه الفكر اللي رايح ناحيه ان حضرتك ممول وانك انت عايز تسيء لسمعه مصر وانه اللي بيتعمل ده كده، يعني مش قادره افهم هو ايه اللي بيسيء لسمعه مصر اكتر من اللي بيحصل ده للاقباط، يعني انا مش فاهمه هو يعني. قال لك حاجه، لا سيبك من سمعه مصر، الكلام اللي طلع ايام السادات والاستقواء بالخارج ومش عارفه ايه كلها مصطلحات فاشيه طلعت من ايام السادات وشغالين فيها تمام التمام. لكن عاوز اقول لك، بين برادلي الصحفي البريطاني الشهير بيقول لك الوحده الوطنيه هي ان يقبل الاقباط الاضطهاد بدون ان يقولوا لا عند المسلمين. قال ده عند كل المسلمين، معتدلين وغير معتدلين. بمجرد ان القبط يقول لا للاضطهاد بيقولوا ان هو بيهدد الوحده الوطنيه. تخيلي تخيلي هذا، وده صحفي بريطاني شهير وكتبها في كتاب معروف، يعني مصر على حافه ثوره، كان كتاب شهير بيقول لك ان الوحده الوطنيه في مصر ان الاقباط يقبلوا الاضطهاد ويقبلوا ان يكونوا مواطنين درجه ثانيه، ولو حد منهم قال لا للاضطهاد يبقى بيهدد الوحده الوطنيه وضد مصر. للأسف. تخيلي. ما هو ده عاوز اقول لك حاجه، نعم. عاوز اقول لك حاجه باختصار شديد، باختصار شديد، ان هم يستثمروا في امريكا ويدفعوا لشركات علاقات عامه ولجماعات ضغط ولمراكز ابحاث ولصحفيين ويشغلوا ناس ويعملوا ويعملوا، لكن احنا كامريكان، هم اجانب خلي بالك، هم دول اجانب اللي هم المصريين دوله تاني، لكن لما يكون واحد امريكي امريكي، احنا بنتكلم داخل امريكا، احنا امريكان يعني نحمل الجنسيه الامريكيه، وفي بلدنا الثاني امريكا التي نحمل جنسيتها، وبنقول لا عشان وفقا لاليات العمل في دولتنا الجديده الشيء القانوني، ومع هذا يشتمونا. الممولين بالفعل من الدوله المصريه ما بيشتمهمش، واحنا اللي مش ممولين اللي بن 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 بنقول للاقباط، ما هم عارفين ميزانيتنا، احنا ميزانيتنا احنا من تبرعات اعضاء منظمه التضامن القبطي، وعارفين ان احنا ميزانيتنا محدوده وان احنا امكانياتنا محدوده وان ما ناخدش من اي حد، ولكن كلها تبرعات من اعضاء منظمه التضامن القبطي، وبنستثمرهم في الدفاع عن الاقباط، وانا متطوع وكل المجلس اداره منظمه التضامن القبطي بما ذلك رئيس منظمه التضامن القبطي متطوعين، وبندي وقت قد كده كمتطوعين، والكم كم الدولارات اللي بنجمعهم بنوزعهم على الموظفين الامريكيه واللي ماسك الويب سايت والبريس ريليسنج والمظاهرات والكلام اللي زي كده. من ناحيه التمويل هم عارفين ان احنا ما عندناش تمويل، وعارفين ان امكانياتنا الماليه محدوده، ولكن لازم يشتمونا، لازم يشوهوا سمعتنا، لازم يطلعونا الغريب كده انه قدام الناس. الاقباط، يعني حتى كنت سمعت ان في برضو نائبة من الاقباط في البرلمان برضو اعترضت على الدعوة لهذه الوقفة، يعني بعض الاقباط برضو على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، يعني الهجوم اتى طبعا. انا عارفة انه من اول ما تم الاعلان كان برضو خالد صلاح في اليوم في برنامجه، يعني استغل برنامجه وقعد يعني يقول كلام برضو مش كويس، لكن ده طبيعي من حد زي من اليوم السابع ولا خالد صلاح. لكن انا بتعجب من انه اقباط من البرلمان او على صفحات التواصل الاجتماعي بيقول كلهم على حضرتك لمثل لهذه الدعوة، يعني انا مش متعجب ابدا الاقباط، لان واحد صحفي قبطي يكلمه الامن لازم يعمل كده، هو الاقباط اللي بينقلوهم ولا بيعينوهم في البرلمان مش هيدفعوا ثمن هذا الموضوع، او واحد صحفي بينقلوه من تلفزيون لتلفزيون لتلفزيون لتلفزيون. انت شفتي انا حتى لما كنت بدافع عن الدوله المصريه ضد الاخوان، هل شفتيني في تلفزيونات مصر يلففوني ولا بيستضيفوني ولا بيخلوني اكتب في جريده؟ ما حصلش. لكن الصحفيين الاقباط دول اللي بيلففوهم في تلفزيونات وبتاع، ده مرضي عنهم من الدوله، ولازم ينفذوا من الدوله، ويقولوا اصل المظاهرات هتضرنا. هتضرك ازاي يا حبيبي؟ هتضرك ازاي؟ ده تهديد. عارفه اللي بيقول ان المظاهرات، عارفه اي صحفي قبطي او نائبه قبطيه او 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 اي قبطي يقول لك المظاهرات دي هتضرنا، عارف بيقول ايه؟ بيقول رساله ان الدوله هي اللي بتعمل الاضطهاد، ومعناها انتوا لو قمتم مظاهره ان الدوله هتزود الاضطهاد. ده معناها بيقولوا ان الاضطهاد ده مبرمج ومخطط، معناها بيقولوا ان الدوله مفاتيح الاضطهاد في يد الدوله. ده إدانة ليهم، اللي يقول الكلام كده إدانة ليهم.
طب لو امريكا ما بتاثرش والمظاهرات ما بتعملش حاجه والكلام كده، ليه هاجت الدنيا كلها من ساعه ما اعلنا عن المظاهره؟ ليه كلموا المقر البابا وكلموا البابا وكلموا ده وكلموا نواب وكلموا صحفيين اهبط وكلموا وقولوا وشككوا، قولوا اصل امريكا تعمل ايه، اصل امريكا بتاعت الاخوان، كله كلام فارغ. المهم انت لو امريكا بتاعت الاخوان، انت يا نظام السيسي بتستثمر 4-5 مليون دولار ليه في السنه؟ لا، وليه برضو كان بيبقى في دعوة للمصريين ان هم يقفوا في، ومن من ضمن المرات كمان انتوا نزلتوا عشان تدعموا الرئيس السيسي في لما جه يتكلم امام الامم المتحدة. فيعني الحكاية هنا هقولك انه حاجة، هقولك يعني حاجة ده بسيطة. مسموح بيه، ولما نحب بس نتكلم، واحنا ما بي احنا احنا مش منتظرين، محدش منتظر ان امريكا هتعمل حاجة، ولكن يجب الاعلام العالم كله بما يحدث. يعني ده من هقولك حقنا، حاجة، اذا كنتوا انتوا فعلا لا في تحريك ساكن ولا بتتحركوا، وكل النهاية في النهاية كلام معسول بيتقال من الرئيس او من غيره، وعلينا احنا ان احنا نضبط نفسنا زي ما بيقولوا لنا ونهدى. ولما علي عبد العال قال لناديه هنري اهدي يا ناديه، الله، يعني انا مش قادره افهم، هو احنا اللي لازم نهدى ولازم نسكت ولازم نرضى وخلاص ونسكت؟ اقول لك 3 حوادث وانت تفهميهم وتشوف الدوله بتفكر ازاي. اول حادثه لما طلعنا عند السيسي وجبنا اتوبيسات كتيره ورحبنا بيه عشان كان الاخوان طالعين، اتصل بيا راجل اعمال مسلم كبير وقال لي انت قايم بدور كويس واحنا عاوزين نمولك وتبقى راجلنا وبتاع. قلت له انت بتتكلم ازاي، انا راجل بدافع عن الاهباط وطالع اصلا قدام السيسي ضد الاخوان عشان دفاعا عن الدوله المصريه من منطلق وطن. يعني ناب واحد من كبار رجال الاعمال المسلمين كان عاوز يدعمني وقال لي تعالى انزل انت ضيفي في وولدرف استوريا. قلت له انزل وولدرف استوريا ليه، ده الليله ب 2000 دولار اروح ليه وولدرف استوريا، انت بتقوم بدور وطني؟ قلت له لا يا حبيبي انا بقوم بدور وطني بدافع شخصي، انا عندي ايمان بوطنتنا ومنظمه التضامن القبطي عندها ايمان بمصر ان احنا ندعم مصر في الوقت الصح ولما تكون محتاجه دعمنا، وبندعم الاهبط طول الوقت لان ده شعبنا. مش عاوز تمويل منك ولا عاوز وولدر في استوريا، انا نازل هنزل في اوتيل ب 200 دولار وانا هكون سعيد بكده. اتكلموا بعديها احنا عاوزينك تبقى في مجلس الشعب، انت قمت بدور كبير واحنا بنرشحك لمجلس الشعب عن المصيري في الخارج. قلت له مش عاوز انا اصلا لا مجلس الشعب ولا بتاع. طب كانوا بيقولوا لي الكلام ده ليه؟ من منطق ايه؟ يعني شراء الذمم مش اكتر، مش هم اللي بيمولوا بقى، هم اللي معاهم الملايين مش احنا، احنا ناس غلابه. اقول لك حاجه لطيفه جدا، الدكتور محمد ابو الغار وده راجل محترم، يعني انا بعتبره راجل محترم، جه احد المظاهرات قدام البيت الابيض وقال لي انا جاي خصيصا عشان اشارك في المظاهره اللي انت عاملها، ده قالوا لي ان عاملين مظاهره وان التضامن القبطي عامله مظاهره ضد الاخوان وانا جاي خصيصا عشان اشارك في المظاهره. الدكتور محمد ابو الغار اول ما اعلنت عن المظاهره راح كتب على الفيسبوك عندي بيقول لي الافضل ان تكون في مظاهره في مصر مش في امريكا، والافضل في. قلت له يا دكتور ابو الغار حد منعك انك تتظاهر في مصر يا دكتور ابو الغار؟ اذا كنت انت شايف ان الاهباط مصدومين حد منعك؟ وبعدين مش انت جيت باركت المظاهره اللي انا كنت بنقودها في البيت قدام البيت الابيض ضد الاخوان؟ هو دي مش دي مظاهره ودي مظاهره والاثنين قدام البيت الابيض؟ يعني اشمعنى دي مظاهره تيجي وتقول انا جاي خصيصا عشان اشارك فيها، والثانيه تقول لا من المفروض ما نعملها في مصر؟ هو في اصلا حد يقدر يتكلم في مصر؟ حد يقدر يطلع مظاهرات في مصر؟ حد يقدر يعمل مؤتمرات في مصر؟ مصر خلاص بقى عاملين تقريبا يعني شبه ارهاب على منظمات حقوق الانسان اصلا. يبقى ازاي يا دكتور ابو الغار تطلبني وانا اصلا امريكي وعايش في امريكا ومن حقي اصلا ان انا امارس هذا الدور الحقوقي داخل يعني امريكا استاذ وفقا مجدي للقانون الكل، الامريكي؟ يعني حتى في احداث تركيا ناس طلعت، في كل احداث بتحصل في اي حته في العالم الناس بتطلع، يعني برضو الجاليه العراقيه والجاليه السوريه والكل، يعني فده ما هوش ليس باي شكل من الاشكال اسمه استقواء بالخارج يعني، ولكن عاوز اقول لك حاجه، تعريف العالم كله والميديا لانه اللي بيغطي وقفات زي كده ميديا بتعرف ايه اللي بيحصل في كل العالم يعني، ف مش قادرة أفهم ليه مش عايزين يعتبروها كده. يا سيدتي عاوز أقول لك حاجة، وأنا كتبت الكلام ده في مقالة معروفة اسمها ماذا تعني حقوق الإنسان كشأن دولي. نعم. يا سيدتي أي طالما في ظلم يبقى في مشروعية للاحتجاج على الظلم. بالظبط. طالما في ظلم في أي مكان في العالم يبقى هناك
مشروعية لمنظمات حقوق الإنسان في العالم كله أن تقول لا لهذا الظلم اللي واقع على أي مجموعة بشرية. أنا من حقي أدافع عن الناس في زامبيا وفي موزمبيق وقبل وفي كده أمريكا. طلعت عشان السودان، عشان برضو السيدة اللي كانت في السودان محبوسة. إحنا طلعنا مظاهرة عشان مريم، وطلع معانا تيد كروز، وكنا حوالي 30 شخص قدام البيت الابيض، والسيناتور كروز جه اتكلم عشان مريم السودانيه. طلعنا عشان مريم السودانيه، طلعنا عشان اليزيديين، وانا قدت مظاهره قدام البيت الابيض عشان اليزيديين. واليزيديين لحد الان يعني ممتنين ان انا حجزت لهم وعملت لهم المظاهره كلها قدام البيت الابيض. طلعنا اكتر من مظاهره عشان مسيحيين الشرق الاوسط، مع بالتعاون مع مسيحيين الشرق الاوسط. فبالتالي طول ما في ظلم في مشروعيه للاحتجاج على الظلم، بالعكس ضروره ان يبقى في احتجاج على الظلم. صحيح. ضرورة ان نقول لا للظلم، ضرورة ان احنا نقول لا. المظاهرات ده حاجة سلمية، احنا بنتكلم سلمية سلمية. صحيح. يعني هم بالظبط تظاهرة مفيش لا بقى تمويل ولا اي كلام من الكلام الفاضي ده اللي بيتكتب مجرد. يا ستي عاوز اقول لك حاجة. نعم. يا عاوز اقول لك حاجة، بيقول لك البابا واستدعى البابا واتكلم مع البابا. عارفة لو السلطة التنفيذية قايمة بواجبها، لو رئيس الجمهورية قام بواجبه، مش هيستدعي البابا، يستدعيه ليه؟ في مقالة لخالد منتصر على اللي استشهد بالجزء من فيلم من هون عاملة نفسي نايمة يعني، ويمكن إبراهيم عيسى برضو قال لهم نفس الكلام. للأسف الشديد الحكومة عاملة نفسها مش شايفة. يا سيدتي استدعاء البابا، احنا زمان كنا بنفرح بان يقابل الرئيس، استدعاء البابا او طلب الرئيس ان البابا يقابله ده علامة سيئة وليست علامة ايجابية. لا بس هو ما قالش، اتقال ان هو كان مع حد من الوزراء او رئاسة الوزراء يعني، ما اتقالش خالص ان البابا تم استدعائه من قبل الرئيس، لا ما اتقالش الكلام. يا سيدتي سواء الرئيس او الوزراء او اي حد لو عاوزين يحلوا، هو رئيس السلطة التنفيذية محتاج يكلم راجل دين عشان يحل مشاكل قانونية. لا وفي النهاية التصريح الرسمي اللي صدر من رئاسة الوزراء انه يعني يا جماعة اهدوا، لانه مثلا مقتل الشاب في فام ماري خلف في طهن الجبل، قال لك تصادف وجوده يعني اثناء الاشتباكات، يعني ما اللي هم جايين بأسلحة بيضاء وجايين بهروات، ولكن تصادف بس وجوده يعني، وما فيش اي عنصر من الطرف الثاني اصيب، ولكن بتسمى برضو اشتباكات يعني. يا سيدتي يا سيدتي يا سيدتي، هو في 30 حادثة تحصل في شهرين، ودي اصلا بالصدفة، والنهاردة حادثة الفاشنة هي. انا بشكرك عموما استاذ مجدي، واعتقد انه كنايس. نعم. كنايس تتحرق ده صدفة، والكنايس المغلقة الحلول. اقول لك حاجة بسيطة جدا، لو الدولة المصرية عايزة تعمل عمل حقيقي للأقباط، هل الدولة المصرية في عهد السيسي لغت أن ملف الأقباط ملف أمني؟ وده أخطر حاجة معمولة من أيام السادات، أن الملف الأقباط مش مازال مستمر مع الأمن. هل فتحوا قدام الأقباط الأجهزة الحساسة زي المخابرات وأمن الدولة؟ أنت عارفة أن احنا رصدنا دخول الأقباط في الدبلوماسية في الخارجية وفي النيابة، طلعت أقل من نسبة دخول الأقباط في عهد مبارك، في عهد السيسي أقل من عهد مبارك. أنت عارفة كل شوية بيتدهور مشاركة الأقباط في الوظائف، مش بس الوظائف الحساسة اللي ممنوع عليهم تماما، بل على العكس في الوظائف العادية زي النيابة زي العمل الدبلوماسي مغلقة شبه أقل من 1% في عهد السيسي، وكانت من 1-2% في عهد مبارك. انت طيب بتكلمي، بس رسالة اقولها للأقباط، لرسالتي للأقباط كالآتي: يا 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 اخوة الأقباط، مش كل ما يقال في الاعلام المصري صحيح، اغلب ما يقال في الاعلام المصري هو اعلام موجه امني، وكل ما يقال في الاعلام المصري عن الأقباط ليس صحيحا، وما تاخدوش الكلام. احنا المنظمة بتاعتنا على سبيل المثال كل مليم وكل دولار بيدخل فيها بيدخل تحت إشراف الحكومة الأمريكية، لأن NGOs ومحاسبها أمريكا وبتقدم على الضرائب، وكل واحد كل دولار معروف مصدره، يبقى دي إحنا حاجة معروف. الحاجة التانية، اوعى حد يقول لكم يا جماعة إن الصلاة عمرها ما كانت تكفي، عمر الصلاة ما كانت تكفي. لو الصلاة تكفي كان رجال الدين الأقباط ما لا الصلاة مهمة جدا، ولكن يعني لا تكفي. أنا ما قلتش تكفي، أنا ما قلتش مش مهمة، أنا قلت لا تكفي. بمعنى إيه لا تكفي؟ بمعنى في عندنا سر مسحة المرضى، هل سر مسحة المرضى ده بيمنع أن نروح للدكاترة؟ تمام، يعني أعتقد بالظبط أن يروحوا
يروحوا للدكاتره للطب. ويروحوا لاعلى مستشفيات في العالم ويروحوا لاغلى مستشفيات في العالم. يا ستي لا الصلاه لوحدها تكفي، ولا التشكيك اللي بيعملوه الاعلام المصري ده لا له قيمه اصلا الا بيأثر في بسطاء الاهبات. احنا يوم 2 اغسطس قدام البيت الابيض بندعوكم، ندعوكم ونقول لكم مالكوش دعوه باي حد، ما تستمعوش لاي حد، لا لاي، لو راجل دين شككك قول له انا بتبع المسيح اللي هو اصلا المسيح قال لي احتج على الظلم، صحيح. المسيح اللي هو احنا بنتبع المسيح، المسيح مش اي حد تاني، المسيح هو ده المسيح بس نفسه. يوم ثلاثاء يا استاذ مجدي، ويمكن بس طبعا يعني قول لي حضرتك ليه اخترتوه في وسط الاسبوع، يعني برضو لو كان يمكن في اي يوم تاني كان يمكن يكون مشاركة اكتر. لا طبعا احنا ما ينفعش في واشنطن دي سي الا من الاثنين للجمعه، هم دول اللي ينفعوا واشنطن دي سي تقصد في من الويك اند، الثلاث للجمعة ولا الاثنين؟ من الاثنين للجمعه. احنا بنتفادى يومين لان واشنطن دي سي في السبت والحد مغلقه ميته، كل شيء مش موجود، الحكومه وكله مغلقه والكونجرس مغلق والبيت الابيض مغلق كله السبت والحد. طب احنا ليه نختار دايما بنبعد يوم اللي هو بعد الحد؟ ممكن يكون اثنين اعضاء الكونجرس مسافرين فيجوا الاثنين لان بيسافروا بلادهم، او يسافروا يوم الجمعه عشان يقضوا اللي هو عطله الويكند. فاحنا بنتحاشى دايما يوم الاثنين ويوم الجمعه، بنعمل الانشطه كلها الثلاث والاربع والخميس، ده هي البيك تمام. تايم طيب اللي هو الساعة البومينج تايم الساعة كام التجمع؟ قدام البيت 10 الابيض صباح الساعه حتى 10 الخميس. صباحا ل 5 مساء من كل مكان، المجموعات كل واحد ويجي معاه اللي عاوز يجي معاه، ونقول لهم يعني تعالوا لان انا واخد اجازه زيكم زي كلكم، عندي وظيفه وعندي بشتغل 5 ايام في الاسبوع وخدت اجازه زي ما انتوا هتاخدوا اجازه، لان تمام يا استاذ تستحق ان مجدي. احنا نضحي بيوم اجازه عشان الناس المضطهدين دول. تمام، يعني بالتأكيد زي ما بنقول انه كل حاجة مهمة اللي بيتعمل جوه مصر من برضو خطابات وكلام ومقالات واللي والمطالبات الحقوقية، وايضا استاذ مجدي منظمة التضامن القبطي عن التنظيم وقفة الوقفات اللي بيعملوها برضو الاهبات لما عملوا لهم الوقفة عند مديرية الامن النهاردة عشان خاطر رفقة. يا جماعة كله مهم، قداسة البابا لما صلى يا يوم ست الاربع، يا ست كل هذه الاعمال يعني يا استاذ مجدي كله مهم، كل عاوز حد اقول لك يقدر حاجه، يعمل أي حاجة لازم يعملها. هو احنا منعنا حد ان يعمل حاجه داخل مصر؟ لا لا، أنا بس أنا بختم مع حضرتك إنه ده كل بالعكس، اللي عاوز اقول لك بيتعمل حاجه، كل حد احنا بيقدر يعمل حاجة مهمة. بنرحب باي جهد في اي حته في ما انا ما العالم قصدتش كله حاجه يا يرفع استاذ مجدي غير الاصدار. ان انا بحاول اقول انه كل الاعمال، انا مش بقول ان حضرتك منعته لا بالعكس، انا بحاول اختم مع حضرتك ان احنا بنحس الكل ان اي حد بيقوم باي دور، اي حد بيقوم باي عمل كله مهم، كله مترابط، جميل، كل وانا متفق الاعمال معاك، مهمه جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا. تمام تمام وانا متفق معاكي، وبقول على كل قبطي في العالم كله سواء داخل مصر او خارج مصر رساله، وهو ان هو انا بعت لحاجه تاني مهمه على فكره، مهمه جدا في حياه السيد المسيح. انت عارفه السيد المسيح اتحكم بتهمتين، عارفه ايه هما؟ اول تهمه ازدراء اديان، ازدراء اديان، قالوا له انك انت بتجدف، ما حاجتنا بعد الا تجديف، قال ان هو هيموت وهيقوم بعد 3 ايام. قلنا يعني اول تهمه اتهم بها السيد المسيح من الكتبه والفارسيين ان هو ازدراء اديان، زي تهم ازدراء الاديان، عشان كده حتى طلع منها المصطلح اللي اسمه بلاسفمي اللي هو اسمه التجديف. انت عارفه كلمه بلاسفمي دي يعني التجديف، جايه من التهمه اللي وجهت للسيد المسيح. تمام. نمره 2، التهمه الثانيه اللي توجهت للسيد المسيح ايه؟ ان بيدعو الى عصيان قيصر، نفس التهمه اللي احنا بتشوه سمعه مصر، يعني يدعو الى عصيان قيصر، بمجرد بيقول الحق بيدعو الى عصيان قيصر. يا سيدتي الظلم موجود على طول، ولكن على خطى السيد المسيح المفروض الناس تقول لا للظلم، زي ما هو وقف وقال لهم لا انا جاي، انا ليا هدف وانا جاي هنا وانا بقول لا للظلم، وما تلطمنيش ومش من حقك تلطمني، ولازم يبقى هو زي ما السيد المسيح اتهم كلنا بنتهم على خطى سيدنا المسيح.
وزي صحيح ما السيد المسيح اجاب صحيح، بقوه وقال اللي لنا زي ما الذنوب احنا يعني بنقولها للرب. اللي هي زي ما بتتقال كده، ان كل اللي بيتعمل ده ان احنا بنقول اي بنقول بصوت عالي الوجع اللي احنا فيه، ما حدش لا بيدعو العصيان ولا لاي شيء اخر، ولا ان احنا ضد الدوله ولا ضد الرئيس السيسي، كل ده احنا بنقوله ومن جوه مصر بيتقال له ومن بره مصر بيتقال له، انه المشكله مش ان احنا 90 مليون فبتحصل خناقات عاديه كل يوم، لا دي مش عاديه ومش فرديه، اضطهاد ممنهج للاقباط، المشكله بقصه شائعه البناء الكنيسه. وزي ما انا قلت من شويه وبكرر تاني، وزي ما قلت له لو انت عايز فعلا تثبت ان كل المصريين زي بعض، مفيش حاجه اسمها بقانون بناء كنائس. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ مجدي، أشكرك، واعتقد يعني إجابتي انه المفيد، امل ان يكون في مشاركه للاقباط مع قلت حضرتك يوم المفيد يا ستي، الاثنين قلت اغسطس. المفيد، قلت بشكرك المفيد، شكرا قلت جزيلا. المفيد، وانا بشكركم، واحنا بندعو الاقباط ان يكونوا ايجابيين بس، وربنا بالظبط مع بالظبط، الجميع. اشكرك نشكرك شكرا جزيلا. شكرا طيب جزيلا. مشاهدينا